شهود هنا. هدي عندنا شهود يجيبوا يهدوا الشهود الثاني يقولوا نعطيكم فلوس وبدلوا اقوالكم. كيفاش يجيبوا لنا حقنا ظنم؟ منين يجيبوا لنا حق الثاني؟ عيبوا ثلاث شهور، عيبوا ثلاث شهور وحنا ما نرقص النوم على اولادنا. يجيبوا لنا حق اولادنا، يجيبوا لنا منين هو؟ اي هم اللي ضربوا اولادنا، راكدين مرتاحين، وانا هم اللي ضربوهم. حبيت لهم كرتوش من السماء، اللي هذا يقول خطيني. اللي هذا يقول ما ضربتش، ولدي مروح في مصيره سلميه. يدخل يضربوه طول في قلبه ما يخلوش حتى يتنفس. ليه وش عملنا لهم؟ 21 سنة عمره. ليه؟ وش عملت لهم يضربوا لي حياتي؟ ليه؟ مش عايش عايش لكن وناش مش يدري على روحي وش نعمل؟ ليه وش عملت لهم؟ ليه؟ يجيبوهم اللي قتلوا ولدي نهضة الناس مش نسيت. روحي فداه ولده، روحي فداه حسن ولا ماني مصيبتهم. يا كي نرضى صبرات انا وياه. مش مصيبتهم خلاص. هاي سكتوا فينا اسكتوا وسعوا انا نشوفكم حقكم نشوفكم حقكم انا هو حقكم. ما يسكتك حد. ثلاث شهور ما سكتوا فيهم ينكتوا فيهم بالمنقاش وانا مهم جيبوها منا باش لكتوا فيهم هذانا كيفاش استشهد استشهد صلى عرفاو صلى عرفاو او ولاد مش اصيل المنطقه فهمت ما يعرفش الطريق فهمت هارب هارب قاعد ضرب كرتوش حي فهمت هارب ودخل في شارع جاهم فاسو وجماعه الامن كان فهم وشاوروا لهم قولوا ما يتشروش عليه ما يتشروش عليه كان ديريكت في الصدر معناها جبد بيستولي وقتاش هذا؟ نهار 12 في فين؟ فين؟ في ولاية توسر فهمت جبد البيستولي وطرش قال لي ما عنده حد شيء ما يعرف حد شيء ولاية يخدم في يخدم نقر في خبزه مسكين غير جيس ما يعرفش البلاد كي رجعنا فهمت باش نهزوه فهمت باش نحاولوا نهزوه باش نحاولوا نهزوه انا ولاد اصحابي وشوف فيهم العوان تاعنا يقول ما تيروش ما رانا من ذلك كان ساروا علي انا وضربوني بزاز كرتوشات في ظهري وقتلوه هو ومات توفى ومات على فينا صابته الرصاصه الرصاصه في مستوى الصدر في قلبه فهمت فهمت من غير ما يشعر كل براءه مات من غير ما حتى دم بارد قلت له تعرف كل ما يقولوا له ما يطيرش دم بارد قتلوا تشد طول لا تكافحنا احنا وياهم العوان اللي يخدموا في المركز هذاك وما حبش نحكم ونحكم تعقيد لازمني ادله ماديه فهمت قلنا لهم رمضان هذا تسس على العوان هذوما العشر عوان موجودين فهمت وبالنسبه لولايه توزر اسل تحقيق يقول ولايه توزر لان هم ما يتجاوزوا 30 عون ولا 40 عون الموجودين وتو ما تشدش منهم ما تشد حتى انسان منهم ما تشد وثم اللي مات حتى بعد 12 من على 14 كي خرج بن علي خرجوا للشوارع وقتلوا ولايه عمر الشباطي في دار فهمت والتو نسمعك مال العسكري يقول وش يقول لك احنا لازمنا ادله ماديه برا برا فهمت يخلوا ديما التحقيق ديما يطول قاعد يطول ان شاء الله ربي ثم ربي يوصف الناس